ضربة السيف، ضربة السيف، هاي الإشارة موجودة عند الجميع، الإشارة موجودة عند الجميع، وسر الإشارة هذا عندي، سر الإشارة هذا يا إخوان عندي بإذن الله. شوفوا لي الصخرة الموجودة عليها ضربة السيف، انتبهوا لي بس، ركزوا لي على الصخرة اللي عليها ضربة السيف. عندما تركز على الصخرة اللي عليها ضربة السيف بدك تتأكد من الجميع الصخرة نفسها الحاضنة، هل يوجد فيها ضربات سيف ثانية؟ لا، لا يوجد. هل يوجد فيها مثلث؟ نعم يوجد مثلث، نعم يوجد مثلث. طيب إذا أجا المثلث مع ضربة السيف بنفس الصخرة الحاضنة، شو بيكون في عنا؟ شو راح يكون في عنا؟ ركزوا لي بالصخرة الحاضنة وتحليل الإشارة هذا كيف، وكيف نوصل للهدف، وكيف بدنا نعرف ليش حطوا هاي الإشارة. تمام، عسى كانوا لما يضربوا ضربة السيف أو يعملوا إشارة الشحطة هاي الخط، تمام، لما كانوا يعملوها إذا إجا معها إشارة المثلث فمعناته الهدف مدفن، أما إذا إجا ضربة سيف لحالها بتكون دلالة على تثبيت لهدف أو لقبر. طب مدام إجا عليها مثلث معناته يوجد إيش؟ مثلث على إيش بدل؟ على مدفن. وضربة السيف لإيش تستخدم؟ هي أداة تثبيت. يعني هسا أنت مثلا بدك تخبي شغلة، ممكن تحط حجر هكذا، ممكن عشان ما تنساها تحط حجر، تقول أنا علمت هون هاي الإشارة، أنا ضربة السيف هاي عشان أنا أرجع للمكان وأعرف وين حطيتها. هذا الحجر أنت حفظت شكل الحجر، تمام. هم كانوا معتقداتهم إيش؟ أنه ضربة السيف خلاص أنا بضرب الصخرة بأشخطها، تمام، هذا هو أداة تثبيت للهدف نفسه أو أداة تثبيت للدفين أو للقبر، وبكون قبر أبوه، قبر جده، قبر أخوه، يعني بده يعلم عليه عشان إيش؟ إذا قدام إذا صار في غزو عليهم وشرد ويرجع يلاقي يعرف وين حط الدفين. طيب هسه هون بنفس الصخرة اللي بجنبها، شوفي هون ما فيش إشارات، بس هاي إشارة عجيبة، أعتقد الكل راح يعرف الهدف وينه. أو ليش انصرعت هاي الإشارة؟ في شغلة غريبة بالصخرة يا إخوان، شغلة غريبة أعتقد الكل ما لاحظ عليها. شوفوا ضربة السيف من فوق عريضة 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 عريضة، نازل نزول، آخر شيء بوز، يعني مثل بوز السيف، مثل بوز الشبرية، شايفين هاي نفس بوز الشبرية. شوفوا من فوق عريض 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 عريض، والآخر شوفي بوز. طب هون شوفي، هون شوفي يا إخوان، شو شايفين هون؟ شوفي وهون. طيب كيف بدنا نفحص المكان، وكيف بدنا نعرف انه هل الهدف تحتيها مباشرة ام الهدف الأماكن هاي؟ لا يا صديقي، الهدف ليس بتحتيها مباشرة، مدام أجمعها مثلث ما بنعمل لها تثبيت بل توجيه، بل إيش؟ توجيه يا صديقي، بل إيش؟ توجيه. بسم الله وعلى بركة الله. شلونكم يا اخوان؟ شلونكم وشلون معلومكم؟ شفتوا يا اخوان؟ شوفوا السيال، شوفوا السيال، شفتوا السيال يا اخوان؟ من هون يا اخوان هيك جاي. شوفوا يا اخوان في قص، في قص، في نحت،
وعن هاي الصخرة شايلينها، في ناس شايلينها الصخرة هاي شايلينها، كانت هون زي البوابة طبعا مفتوحة قديما، مفتوحة قديما يا اخوان. هاي البوابة كانت حاطينها، شايفين كيف كانت مغلقة زي هيك، مغلقة بالبوابة هاي، هاي شايلينها.